بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في كل مكان من أرض مصر العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم المميز مدرسة على الهواء. دعونا أولا نرحب بزميلي الفاضل الأستاذ أحمد متولي. مرحبا يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا دكتور رمضان، وأهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية الأعزاء في مدرستكم مدرسة على الهواء، وأدعو الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء، وأن يكون النجاح حليفكم دوما أيها الأبناء. إن شاء الله رب العالمين. اليوم أبناءنا سنتناول موضوعين من موضوعات اللغة العربية. الموضوع الأول في القواعد النحوية، أسلوب المدح والذم، والثاني طريق النور للمكفوفين للويس برايل. ما رأيك يا أستاذ أحمد أن نبدأ بالموضوع الأول في القواعد النحوية ثم نعرج بالموضوع الثاني وهو القراءة؟ على بركة الله. على بركة الله. أسلوب المدح والذم، ماذا نقول لأبنائنا عن أسلوب المدح والذم ومما يتكون؟ أسلوب المدح أو الذم، أولا كلمة مدح يعني عندما يستحسن الإنسان أمرا فيقوم بمدحه. يستحسن يعني تمام. امر محمود، شيء كويس. وعندما يستقبح الانسان امرا فيقوم بذمه. يعني المدح لشيء كويس اعجبك تمام، والذم لشيء سيء لم يعجبك. لذلك هو اسلوب المدح او الذم، يعني انا لما اجيب لك، لما الاقي المخصوص بالمدح او الذم، لو انا حتى ما شفتش الفعل المدح او الذم اقدر اقول انا بمدح ولا بذم. يعني لو انا تكلمت عن الجمله دي فيها الصدق كويس، يبقى تتوقع ان الصدق هتاتي في اسلوب مدح ام اسلوب ذم؟ لا، محبوب يبقى اسلوب مدح، يبقى اسلوب مدح، وهكذا الكذب هتيجي في اسلوب ذم. بالضبط. طيب نشوف بقى مكوناته مع بعض كده. مكونات هذا الاسلوب في اللغه العربيه. طيب نشوف كده المكونات معانا على الشاشه. اتفضل. طيب اسلوب او اسلوب المدح او الذم او اسلوب المدح والذم. اول حاجه المكونات، انا عندي اول حاجه في المكونات فعل المدح او الذم، يبقى فعل بيعبر عن المدح او الذم، يبقى مش فعل واحد الاثنين، للمدح له فعل والذم له فعل، وده ليه فعل. بالضبط. وطبعا الفعل يعني هنا مكتوب حبذا، ولكن طبعا الفعل هنا هيبقى حبه، هنوضحها فوق بس. يعني هنشرحها بالتفصيل. انا لو جيت قلت للطالب الفعل المدح حبه، مش يعني انا بقول له حبذا، والتاني يبقى ايه؟ لا حبذا، اللي هي لا حبه، وبعدين عندي نعمه وبئسه. طبعا انا اقدر اعرف منهم مين فيهم مدح ومين فيهم ذم. يعني حبه حاجه حلوه، حبذا حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا دي حاجه ممتازه، دوت مدح كويس. طيب ولا حبذا ده ذم؟ ذم. طب انا جايب حبذا ولا حبذا مدح وذم ليه؟ عشان دولت ليهم قاعده واحده تمام. طب ونعمه وبئسه ليهم قاعده واحده برضه ايضا، واذا نعمه هتبقى مدح وبئسه هتبقى ذم. دعنا نلخص يا استاذ احمد الجمله اللي حضرتك قلتها ديت. يبقى اذا افعال المدح في اللغه العربيه حبه ونعمه، وافعال الذم لا حبه وبئسه، ومع التفصيل بقى لكل قاعده منهم. تمام كويس كده، اتفضل. بعد كده فاعل، يبقى نمره واحد الفعل. يبقى الفعل سواء المدح والذم اللي اتفقنا عليه، نعمه او حبه او أيوة. او بئسه او لا حبه، وبعدين تمام؟ الفاعل، فاعل المدح، لان طالما جبت فعل كل فعل لابد ان يكون له ايه؟ كويس. اول قاعده فاعل، الركن الاساسي في الجمله الفعليه هو الايه؟ الفعل. الفعل هو الفعل، رغم ان اسلوب المدح او الذم المعني به ليست الجمله الفعليه، هو جمله اسميه المخصوص بالمدح او بالذم. الجمله عموما كلها ليس يعني المعني بها الجمله الاسميه، ولكن جمله اسميه تمام. مبتدا خبره هيكون جمله ايه؟ دي هنشرحها بقى بالتفصيل لما نخش في مكونات الجمله. بعد كده عندي المخصوص بالمدح او الايه؟ او الذم. او الذم. طب انا عايز افهم ابنائي بنموذج يوضح القصه ديت يا دكتور. يبقى احنا، طب قبل حضرتك ما تستطر، يبقى احنا عندنا دلوقتي في مكونات اسلوب المدح او الذم كم شيء يا استاذ احمد؟ فعل وفاعل ومخصوص. ومخصوص، المخصوص ده له اعراب هنقوله دلوقتي. وانا قلت فعل وفاعل ومخصوص وما كملتش، ما قلتش مخصوص بمدح. ليه؟ لان ممكن يكون الفعل فعل مدح او فعل ذم، وممكن يكون الفاعل فاعل مدح او ذم، ويبقى المخصوص برضو حسب الجمله ممكن يبقى مخصوص مدح او مخصوص بالايه؟ بالذم. وفرق برضو زي ما حضرتك قلت ان المخصوص ده مش موقع اعرابي. تمام. ده دي صفه في الجمله، دي رتبته في الجمله، وظيفته في الجمله، لكن الاعراب ده شيء ثاني هنعرفه بالتفصيل بعد شويه. تمام. طب اتفضل يا صاحبي. نشوف مثال، نعمه الخلق الوفاء. يعني نعمة هحاول عشان يبقى معروف انا اشتغل في ايه، هظلل كده المثال، نعمه الخلق الوفاء. نعمه الخلق الوفاء. تمام. طبعا انا لو حبيت اشكله هحط زي حضرتك ما قلت الخلق ونعمه عليها فتحه تمام. والوفاء عليها ضمه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نحدد اجزاء الاجزاء. انا لو بصيت الاول يا دكتور، انا عايز بس الطالب لما يبص المثال ده، هو معروف طبعا ان الفعل هيبقى ايه؟ نعمه. طب الاسلوب هنا نوعه ايه؟ مدح ولا ذم؟ الفعل اللي عندي في ايه بالظبط مكتوب ايه؟ نعم الخلق الوفاء. لا نعمه يبقى اسلوب مدح، يبقى دوت اسلوب مدح. يبقى احنا ممكن نعرف اسلوب اذا كان مدح ولا ذم من حاجتين يا استاذ احمد،
من الفعل وزي ما حضرتك والمخصوص. قلت والمخصوص، بس هو طبعا الجواب بيبان من عنوانه، هو نعمه هي بتيجي في الاول، الفعل هو اللي حادد. حتى احنا في العاميه بنقول ونعم الناس. انا بقى لو سالت الطالب وقلت له كده انا بمدح مين، انا بقول نعم الخلق الوفاء، بمدح مين؟ بتمدح الخلق ولا بتمدح الوفاء؟ ما هو الخلق دوت هو ما يصدر من الانسان من سلوك سواء كان سيء او جيد. بالظبط، قلت نعم الخلق، اي نوع من انواع الخلق؟ الوفاء. يبقى انا المخصوص بالمدح عندي هيبقى ايه؟ انت خصصت الوفاء بالمدح. ده هيسهل لي لما احدد المخصوص الاول، هيسهل لي بقيه اركان الجمله. وطبيعي ان الفعل هيبقى ايه؟ نعمه. نعمه، كويس. ويبقى المخصوص هنا، يبقى الفاعل هنا هيبقى كلمه الايه؟ الخلق. الخلق، كويس. طيب. ولكن طبعا الاعراب بقى والتفصيلات دي هنخش فيها دلوقتي مع بعضنا. احنا دلوقتي الاركان الاسلوب ومسميات كل جزء فيها. نبدا بقى ناخد اول ايه؟ مثال. اول نوع من انواع المدح والذم، هناخد حبذا ولا ايه؟ حبذا. طيب اتفضل. مش هاخد المدح لوحده ولا هاخد الذم لوحده، انا باخد عشان القاعده حبذا ولا حبذا ليهم قاعده. كويس. ايه؟ ودي طريقه ايضا في الشرح، ان الاثنين مع بعض سواء مدح ولا ذم مفيش فرق. يعني انا لو خدت يعني حبذا وشرحت عليها يبقى اللي يسري على حبذا يسري في الاعراب وفي المكونات، لكن في المعنى اللي يختلف. المعنى طبعا بيختلف. بالظبط. يعني لو عندي مثال بيقول حبذا الصدق. حبذا الصدق. يعني انا سامع ابنائي اللي بيتفرجوا، في واحد اول ما شافها قال حبذا الصدق اهو من غير ما ترفع ايدك، انا سمعته قال ايه؟ اسلوب ايه؟ اسلوب مدح. مدح. تمام. تمام كده. ولا حبذا الكذب تحتها. خلاص. لا حبذا والكذب دي صفه ذميمه، يبقى اسلوب ايه؟ اسلوب ذم. ده في المعنى كويس التفريق ده، ده مدح وده ذم، حبه ولا حبه. لو جالي سؤال زي ده في الامتحان ممكن يطلب مني يا دكتور يجيب اسلوب مدح مثلا، فانا جبت حبذا الصدق. كويس. وقال لي حدد المخصوص، المخصوص هيبقى فين؟ المخصوص الصدق. انت بتوصف ايه، بتخص ايه بالشيء كويس، يعني انت عايز تقول ايه الشيء كويس في هذه الجمله، خصصت ايه؟ انت خصصت هنا الصدق. جمله حبذا ولا حبذا سهله، هنفصلها يعني هنفصصها كده بحاجه بسيطه. اول حاجه هاخد الفعل حبه او لا حبه، حبه فوق اللي هو فعل مدح، ولا حبه في المثال التاني دوت اللي هو فعل الايه؟ الذم. هو في فرق في المعنى وفي الاعراب في بين حبه ولا حبه؟ مفيش فرق غير في المعنى فقط. كويس. لكن الاعراب واحد، لذلك انا حطيتهم كلهم في سطر واحد. كويس. بالظبط. هيتعرب فعل الذم او المدح على حسب فعل المدح لو حبه، وفعل الذم لو لا حبه، لكن الباقي كله واحد، فعل بالزبط. ماضي مبني على يعني اذا لا اللي عندك دي ما بتاثرش على الاعراب، ما بتأثرش. ولكن متاثر في المعنى. اللي مشترك بينهم انه فعل ماضي مبني على الفتح. يفيد كذا. ماضي مبني على الايه؟ يفيد كذا. على الفتح. يعني انا لو قلت فعل، ما انا كاتب فوق اهو فعل المدح. فعل ماضي مبني على الفتح، او فعل الذم فعل ماضي. انا بس يعرفوها على الفتح. يبقى تاني ابنائي اعراب، اول حاجه فعل المدح او الذم هنا حبه او لا حبه. طب في الفعل هيبقى ايه؟ ذا. وزادي اللي هي متصلة بحبة، بتتعرب اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبقى أنت كده عندك جملة فعلية مكونة من الفعل وفاعل، والفاعل اللي هو الذا، دي ثابتة خلاص. جملة فعلية، أحيانا الجملة الفعلية ما بعربها مش محتاج، مش لازم يكون لها موقع إعرابي. بالظبط. ولكن هنا ليها موقع إعرابي. طب والجملة الفعلية. طب لا قبل حضرتك معلش أسمعك تسيب دي. ماشي. قبل ما تكمل، بعد ما تكمل. ما أقدرش أكمل دي إلا ما أقول ديت. ليه بقى؟ لأني أنا هقول إن دي في محل، الجملة الفعلية في محل رفع خبر، ولازم هقول كلمة ايه؟ مقدم. خبر مقدم. يبقى هنسيبها كأننا مش سمعناها لما نشوف طب فين المبتدأ المؤخر. ما هو انا طمعنا ان انا عندي خبر مقدم. برافو يا دكتور، يبقى لازم يبقى في مبتدأ مؤخر. بالزبط. هو اللي بيتمم معنى الجملة. بالزبط. هو المفروض ان الطبيعي ان الخبر هو اللي بيتمم معنى الايه؟ الجملة. الله ينور عليك. لكن لما يتقدم على المبتدأ اصبح المبتدأ هنا اللي هيتمم له معنى الايه؟ الجملة. انا بقول حبذا، حبذا ايه؟ بالظبط. لا حبذا، لا حبذا الايه؟ الكذب. هيبقى الصدق او الكذب الاثنين المفروض لما اجي اطلعهم في الجمله ده اسمه مخصوص، المفروض مخصوص. وهيبقى مخصوص حاجه من الاثنين، الصدق مخصوص بالايه؟ بالمدح. بالمدح. والكذب مخصوص بالايه؟ بالذم. بالذم. لكن الاثنين هيعربوا ايه؟ ايوه. لما احب اكتبها بلون كده اخر هيبقى مبتدا، مبتدا مؤخر. ايوه. مرفوع طبعا حسب اعرابه، هنا هو مرفوع بالايه؟ بالضم. بالضم. اذا قاعده كده ثابته، المخصوص بالمدح حبذا ولا حبذا بيعرب مبتدا مؤخر. تاني. بالضبط. المخصوص بالمدح مع حبذا او لا حبذا بيعرب مبتدا مؤخر مرفوع، وطبعا حسب علامه الرفع بتاعه، هل هي الضمه او اي شيء اخر حسب نوع الحب. حسب نوع الاسم. بالظبط كده. هو يبقى انا كده ببساطه جمله حبذا يا دكتور خلاص متفصصه اجزائها، الفعل والفاعل والايه والمخصوص. الفعل حبه والفاعل ذا. والمخصوص كده. اللي بيجي بعد كلمه حبذا على طول. طيب دي من حيث المعنى، ومن حيث الاعراب نقولها تاني لابنائنا ان الجمله الاسم الفعليه من حبه الفعل والفاعل ذا في محل رفع خبر مقدم،
والمخصوص سواء بالمدح او بالذم ده المبتدأ المؤخر اللي بيكون مرفوع زي ما الاستاذ احمد قال. طيب انا عايز خلاص بقى اقول كده. حاجه قبل ما اتنقل وهقولها بعد اتفضل. كده كملحوظه. اتفضل. انا قلت مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. ايوه. انا قلت ايه؟ حبذا الصدق. هل ينفع اقول الصدق حبذا؟ كويس قوي، دي ملحوظه كويسه هل قوي. ينفع هنا اقدم ارجع المبتدأ في مكانه الطبيعي؟ انت ينفع؟ قصدك هل ينفع تتكلم بالشكل الطبيعي انك تجيب المبتدأ رقم واحد والخبر رقم اتنين؟ طبعا الاجابه هنا لا، الجمله دي بالظبط غير صحيحه. ليه بقى؟ اذا هنا المبتدأ المؤخر مؤخر وجوبا ولا جوازا؟ لا وجوبا. يبقى مؤخر وجوبا، ودي اول ملحوظه بنقولها لابنائنا، ان المخصوص بالمدح او الذم مع حبذا او لا حبذا بيبقى مبتدأ مؤخر وجوبا. مبتدأ مؤخر ايه؟ وجوبا. يعني لو جه في الامتحان وقال لي اجعل كلمه الوفاء مخصوصا بالمدح واجب التاخير، يبقى لازم اقول له حبذا الايه؟ مش هجيب لك وجب التاخير، مش لانه خلاص ده بيسال الطالب فيها، ده ممكن يجيبها زي ما حضرتك قلت كمان يقول لك صحح الخطا فيما يلي ويجيب لك الجمله الصدق حبذا. لا لا، هو ممكن يجيبها دكتور، بس الاسئله متنوعه يعني. هو ممكن يجيبها وممكن يجيب الصيغه اللي حضرتك انت ايه قلتها، يعني يجيب كذا صيغه بس ديت وارده. طيب تمام. بعد كده هنخش بقى على المدح والذم بنعمه وايه. يبقى خدنا دلوقتي الجزء الاول لابنائنا، المخصوص بحبه او لا حبه. الجزء الثاني بقى اللي فيه تفصيلات شويه بقى، طبعا طبعا، اللي هو ايه بقى؟ اصل حبذا ولا حبذا دي سهله خلاص محسومه. آه. الفعل حبه او لا حبه. آه. الفاعل ذا اللي هو اسم الاشاره المبني على السكون في محل رفع فاعل. المخصوص الكلمه اللي وراهم على طول سواء كانت مدح او ذم، مبتدا مؤخر مرفوع، وطبعا واجب التاخير. لكن نعمه وبئس فيها كلام كتير. الفاعل متغير مش ذا. اربعه هنا الفاعل ذا فقط، هنا في اربع انواع للفاعل، عايزين نركز هنلاقيهم سهلين ببساطه، بس لما الطالب يركز معانا واحنا على فكره. نفس المعنى اللي عندك او نفس التركيبه في نعمه وبئس، هي في ذا هي في حبه ولا حبه، لكن الفرق بقى تنوع الفاعل. بالظبط. طيب انواع فاعل نعمه وبئس، اول نوع نظلله كده عشان ابنائنا يركزوا معاه، هو المعرف بال. يبقى اول نوع المعرف بايه؟ يعني اول. طب معنى كده لما نقول لابنائنا ان فاعل نعمه او بئس بياتك على كام نوع زي ما قلنا؟ على اربعه، هناخدهم نوع نوع عشان أربع ما يتلخبطش. اول نوع معرف بايه؟ بال. يبقى يعني قاعده، قاعده واحد، قاعده واحد في نعمه او بئس. اتفضل. الاسم المعرف بال بعد نعمه او بئس وانا مغمض عينيا هو الفاعل. دي من صعوبه العربيه يا ابنائنا. مفيش جدال، يعني الخلق دي على طول هتبقى على طول هي ايه؟ فاعل المدح. بالظبط كده. وطبعا ايه؟ المفروض ان هو يبقى ايه؟ مرفوع، وهنا هيبقى مرفوع بالضمه. يبقى احنا عندنا دلوقتي الفعل والفاعل بتاعه. اه يبقى زي ما انا قلت الاسم اللي بعد حبذا او لا حبذا مخصوص بالمدح او الذم، بقول المعرف بقال بعد نعمه او بئس هو فاعل المدح. كويس. وبعدين ادور على المخصوص ثابت اعرابه. نعم الخلق، مين اللي نعم الخلق؟ ايوه الصدق. انت قصدت ايه هي عندك بالمدح؟ مدحت ايه تحديدا؟ مدحت الصدق. مدحت الصدق. طيب. يبقى ده من حيث المعنى هو المخصوص بالمدح، ومن حيث الاعراب بقى بنحس الاعراب احنا هنقول بقى دلوقتي. اتفضل. هنملى الفراغات بقى. اتفضل. نعمه اتفضل. فعل المدح، فعل ماضي مبني على الفتح. اذا نعمه وبئس وحبه ولا حبه اعرابهم واحد، سابق. فعل ماضي مبني على الفتح، بس الفرق ان انا بقول ان ده للمدح او ده للايه، يفيد كذا ويفيد كذا. طيب كويس. الخلق خلاص احنا اتفقنا ان هي هتبقى ايه؟ ها فاعل على اساس فاعل. اسم معرف بال جاء بعد نعمه، فاعل المدح مرفوع. كويس. الجملة الفعلية خلاص كالعادة بقى اللي هي في محل إيه بقى؟ اللي هي الفعل والفاعل، الفعل نعمة في محل والفعل رفع بتاعه. في محل رفع ايه؟ خبر مقدم. وهيبقى الصدق هنا مخصوص بالايه؟ ده الإعراب بتاعه؟ مخصوص بالمدح؟ لا كمان. أيوة بقى إعراب. بالظبط. مبتدأ ايه؟ مبتدأ مؤخر. طب أنت قلت ملحوظة حضرتك عشان بقى أبنائنا يربطوا بين نعملها هنا بعضها. أنا قريت أنت حضرتك عايز تقول ايه؟ هاخد نفس المثال ده بالظبط وهقول الصدق. الصدق نعمة، نعمة الخلق. الخلق. ايوه تمشي الجمله دي تمشي. إيه؟ الخلق. اشوف كده الجمله دي بس اظهرها لابنائي. واضحه نعمه الخلق. طبعا الجمله ماشيه طبيعي، بس هنا هيبقى المخصوص جه في وضعه الطبيعي، فلما يتعرب يتعرب مبتدا، ما اقولش مؤخر، اقول مبتدا بس. كويس قوي. وده فعل المدح اللي هو نعمه، والخلق هيبقى الفاعل، والجمله الفعليه في محل رفع خبر، بس مش هقول مقدم. خلاص ما هو جه مكانه بقى، هو كده اخر هيبقى خبر. يبقى انا دعني اصيغ هذه القاعده لابنائنا يا استاذ احمد، او هذه الملحوظه، ان عندنا تاخير المبتدا على الخبر في حبه ولا حبه بيكون ايه بقى؟ بيكون واجب. واجب وجوبا. وجوبا. ما ينفعش ان انا اقدمه. لكن عندنا في نعمه وبئس ممكن ان انا اخر مبتدا، وممكن ان انا اجيبه في مرتبته الطبيعيه، بدليل ان انا اهو ان انا قدمت يعني ان انا جبته في مرتبته، قلت الصدق نعمه الخلق. يبقى الجمله الصدق نعمه الخلق تساوي بالظبط الخلق نعمه، او نقول يا استاذ احمد او بتساوي نعم الخلق. نعم الخلق الصدق دي في الحس الايه الناحيه الاعرابيه. وهيبقى
هنا جائز الايه التاخير زي حضرتك ما ايه ما ما هو قلت. كلمة جائز يعني معنى كده أنا ممكن أقدمه أو أخره. عشان خاطر بس ابنائي يعرفوا، لان ممكن في الامتحان يجي وبيقرر اهو السؤال ده وانتوا بتحلوا محافظات هتلاقوه، ممكن يقول لك اجعل كلمة مثلا الخيانة مخصوصا بالذم جائز التأخير، يبقى لازم أجيب نعمة أو بئسة. طب لو قال واجب التأخير يبقى لازم أجيب حبذا. طب لو ما قالش الأسهل إن أنا أجيب إيه يا دكتور؟ تجيب أجيب لا حبذا، أقصد بالظبط كده. عفوا أجيب لا حبذا. يبقى الأصلح لما هو ما يحددش في السؤال أجيب لا إيه؟ ده أجيب ملمح حبذا أو لا كويس قوي حبذا. يا استاذ احمد اللي حضرتك قلته ده. لو جابه هيسألك في حتة ان هل الطالب يعرف وجوب التأخير او ولا جوازه، وأنا ملخص عامل الملاحظات دي هقولها في الآخر هنقولها في لأبنائي الاخر. في اتفضل الإيه في التلخيص بتاع ان شاء الله. الدرس. طيب طيب دي اول حاجة نشوف بقى النوع التاني. إحنا كده بالظبط خدنا نوع، قلنا يبقى أول نوع عندي قبل ما أقلب المحلة الورقة، قبل ما بألف أقلب ولام. الورقة هو المعرف بأل. أول نوع المعرف بأل. ماشي، طيب في الاخر تاني نوع، هنلخصهم لابنائنا ان شاء الله. تاني نوع التاني نظلله عشان أبنائنا يبقوا عارفين ان هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو المعني بالامر اللي هو الاسم الايه الموصول اللي هو ما ومن. ما ومن، ما بمعنى الذي او التي، ومن نفس القصه. طبعا ايه الفرق بين ما ومن يا دكتور؟ الفرق ان ما للعاقل، ما ما لغير العاقل، للعاقل ومن للايه للعاقل. وادي المثال، وما لغير العاقل، من نعمه للعاقل وما لغير العاقل. نعمه ما تقول الصدق، اللي طيب انت هتقوله عاقل ولا غير عاقل؟ لا ده غير عاقل مش قول انسان. بالظبط كده خلاص. تعالى بقى بالظبط ابنائي المفروض فهموا، تعالى احنا ناخد بقى اجزاء الحاجه. نعمه ما تقول الصدق، انا بمدح هنا ايه يا دكتور؟ الصدق يبقى على طول المخصوص بالمدح هيبقى الصدق الصدق. وطبعا الفعل عندي مين؟ ما، نعمه. فانا الفاعل، الفاعل الفعل نعمة. هنا نعمه. قاعده بقى اتنين، احنا قلنا قاعده واحد قال الاسم المعرف بألف ولام بعد نعمه او بئسه هو الفاعل من غير ما من غير فصال، هو الايه زيها بالظبط الفاعل. كده بالظبط. قاعده رقم اتنين، اذا لقيت بعد نعمه او بئسه ما في المثال دوت، او لقيت من في المثال من التاني، يبقى على طول اعرف ان هي ديت الفاعل من غير ما ان انا ابحث ولا ما اعمل اي حاجه، غيرناش اي حاجه يبقى بالظبط ما. كده. ويبقى نوع ماشي، الفاعل هنا اسم ايه؟ اسم اسم موصول موصول. اسم مبني ايه؟ في محل رفع موصول. فاعل. وعايز اقول حاجه بخصوص الاسم الموصول عشان ابنائي ما يتلخبطوش. انت هتلاقي هيقول لك نعمة ما ويجيب جملة وراه قبل المخصوص، ما تخليش الجملة دي تلخبطك. نعمة ما تقول الصدق، تقول دي الجملة دي مرتبطة بما، دي اسمها جملة صلة الايه؟ الموصول، الله يعني ما شعرها. تقول دي لوحدها، يعني عايز اقول لك ان احسن حاجة انت تقولها هي ايه؟ الصدق. الصدق ما بتأثرش في المعنى دي. طبعا انا لما اجي اعرب يبقى زي ما دكتور رمضان قال، خلاص احنا حفظنا الاعراب، نعمة فعل المدح، فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ما، هقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، كويس. والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، وهنا الصدق اللي هو المخصوص بالمدح هيبقى زي ما مبتدأ اتفقنا ايه؟ مؤخر مؤخر مرفوع مقدم. بالضم. كويس قوي. دي طب الحالة في نفس الثانية. النوع، لا احنا لسه في نفس النوع ما بس هاخد مال الحالة بقى. الثانية من الاسم الموصول اللي هي ماشي. بها للعاقل بئس من تصاحب، اكيد اللي انا هصاحبه هيكون عاقل، بس انا انسان. هنا انا قلت ايه بقى؟ بئس. يبقى اسلوب ذم ذم. بقى. طب الفعل الذم خلاص عارفين اللي هو مين؟ بئس. بئس طب انا بذم مين؟ الكذاب. يبقى المخصوص هيبقى مين؟ الكذاب الكذاب، ده هيبقى المخصوص بالذم. بالذم. كويس. طيب انا اتفقت في قاعده، قلت قاعده اتنين، ما او من بعد على طول نعمه او بئس يبقى هي الفاعل، الفعل يبقى هنا من، وهيبقى هنا نوع الفاعل اسم برضو ايه؟ موصول موصول، مبني على السكون في محل رفع فاعل. فيهاش ما اي فجأة. اي مشكله. يبقى كاني انا نرتب بقى الحاله الاولى من انواع فاعل نعمه او بئس الاربعه. الاولى المعرف بال، الثانية يا أستاذ أحمد ما أو من الموصولتان، من للعاقل وما لغير العاقل، ومفيش أي تغيير في الجملة وما فيهمش أي صعوبة يا دكتور. خالص دول أسهل نوعين، اللي الأمر جايين دولت هما اللي فيهم الذكاء بقى، هما اللي فيهم المهارة وفيهم الحنكة من الطالب إنه يقدر يعرف فين الفاعل. ده أنا معاك الحالة الثالثة دي اللي كان المفروض ناخدها مع الحالة الثانية على طول، بس مش مشكلة. طيب نشوف بقى ثلاثة وأربعة. الحالة الثالثة احنا اتفضل. ادينا قاعدة واحد وادينا قاعدة اتنين، قلنا قاعدة واحد المعرف بقل، خلاص ده يبقى ده الفاعل. قاعدة اتنين ما او من الموصولة، ماشي. فاضل ايه بعد كده؟ ان يجي اسم نكرة، يجي اسم ايه؟ نكرة. انت مصر تخلي لا لا لا، ما هو الاسم النكرة دوت، ما هو هنا نكرة اهو. حاليا انا لما بصيت في الجملة نعمة خلق انا شايفه نكرة، تمام. لسه ما عرفتش انه معرف بحاجة تانية، كويس ماشي. وهنا نعمة خلقا، خلقا دي برضو ايه؟ نكرة، فعايز اعرف افرق بينهم ازاي. تمام. طيب تالت نوع احنا اتفقنا مع بعض قلنا يكون ايه؟ مضاف ايوه لاسم معرف بايه؟ بقل. هو ده يبقى نكره مضافه المعرفة. حلو قوي. هو ما بقاش نكره، هو بقى معرف بالايه؟ بالاضافه. اصبر بس. ماشي، بقى معرف بالاضافه. طب نشوفه كده مع بعضين. انا تمام. دلوقتي بقول نعم خلق الرجال الصدق،
نعمة خلق الرجال الصدق كالعادة. ده اسلوب ايه يا دكتور؟ لحظة يا احمد، نعمة ده اسلوب مدح خلاص، خلاص احنا نكتب الحاجات اللي عارفينها. بالظبط. الفعل المدح هنا ايه؟ نعمة. نعمة. وفين المخصوص؟ الصدق. عندي دلوقتي حيرة في الفاعل، اين الفاعل وما من ما فيهوش الف ولام، انت يبقى مش النوع الاول. كويس. ومش ما او من، يبقى مش النوع الثاني. هنا بقى هعرب الكلمه اللي بعديه اللي هي قبل المخصوص، اللي هي كلمه الايه؟ الرجال. نعم خلق الرجال الصدق. هل هنا خلق انا قلت نعم خلقا الصدق فقط، ولا حددت نوع الخلق ان هو خلق الرجال؟ لا، انت حددته بالاضافه. يبقى هنا الرجال دي تعرب ايه؟ مضاف اليه. يبقى في الحاله ديت النكره دي اللي هي خلق دي ما بقتش نكره، بقت ايه؟ نرجع لسته ابتدائي بقى. فهتبقى ايه يا دكتور؟ هتبقى الفاعل خلق، وهيبقى نوع الفاعل زي ما مكتوب فوق، مضاف لايه؟ لمعرف بايه؟ بقل. او مضاف لاسم معرف بايه؟ بقل. طب مش ممكن نقول عليه معرف بقل؟ ما اقدرش اقول عليه لان هو مش معرف بقل. سوري، معرف. ما اقدرش اقول معرف. شكرا. يعني ما اقولش برضه معرف بالاضافه عشان خاطر دي عايزه شرح. معرف بالاضافه دي عايزه للطالب شرح. لا، ده دول خدوها في سته ابتدائي من انواع المعارف السبعه. انا معاك، بس انا يعني عايز النوع المسمى اللي موجود، خلاها اللي قدامنا، المسمى اللي موجود في كتاب المدرسه، خلاها اللي قدامنا. بالظبط كده. مضاف لاسم معرف بقل. بالظبط كده. طيب، لان في فرق ان انا اكون معلومه بقولها للطالب، وفرق معلومه الدكتور رمضان بيقولها لي او انا بقولها له. لا، دي معلومه هم واخدينها في سته ابتدائي. وفعلا التعريف اللي هنقوله دلوقتي مضاف الى اسم معرف بقل، على اساس تمييزا عن الحاله الرابعه اللي هناخدها بعد شويه. تمام. ايوه، عشان نفرق. بالظبط. الحاله الرابعه بقى اللي هو يبقى ضمير مستتر مميز بنكره او يفسره تمييز نكره. اديك اللي فيها كلام وفيها اعمال عقل دي بقى. ما هو الاثنين، هو الاثنين دولت لازم يفرق بينهم، وانا قلت لك الفرق وانا شغال، وهم المفروض يفرق. انا قلت نعمه خلقا الصدق. هاخد اللي انا اعرفه، ده اسلوب مدح. فعل المدح مين؟ نعمه. يبقى اهو. والمخصوص مين؟ الصدق. يبقى كده خلص، ما فاضلش غير كلمه واحده. بقى عندي الفاعل. كلمه واحده ما ينفعش تبقى الفاعل. اللي هي كلمة ايه؟ خلقا. عشان منصوبة. بغض النظر، كان ممكن تبقى صفة، فانت يعني صفة بالتاء المربوطة، فانت مش هتعرف اذا كانت منصوبة ممكن. ولا بتاع. صح؟ كان ممكن يبقى يعني معنى. كان ممكن يا دكتور يبقى ايه؟ نكتبها عشان ابنائنا، تبقى صفة، فمش هنعرف. ابص كده هنا، هل النكرة دي اكتسبت تعريف من حاجة؟ يعني في بعدها مضاف اليه؟ لا، مفيش. خلاص، يبقى النكرة دي ما تنفعش تبقى مستقلة فاعل. مستقلة. بالظبط. طب النكرة دي هتتعرب ايه؟ هتتعرب تمييز. أيوة. منصوب. وفي الحالة دي يبقى الفاعل هيبقى ضمير. ايوه. مستتر. تقديره ايه؟ حسب الفاعل اللي عندك. تقديره هو خلقا، هو بالظبط، لان هو قال ايه؟ ضمير مستتر مميز بنكره او يفسره نكره تعرب تمييز. بالظبط. فاذا هنا هيبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ونوع الفاعل ضمير ايه؟ مستتر. واكتب حته ايه؟ مميز بايه؟ بنكره. بنكره. هنا قول تقديره هو، لكن هنا النوع مميز بنكره. طب عايزين نعرف بقى الجمله دي كامله على اساس ابنائنا يعرفوا كل كلمه. نعمه خلاص احنا بنكرر اللي بنقوله. فعل ماضي مبني على الفتح يفيد المدح. طيب، والفاعل ايوه دي اللي ضمير مستتر تقديره هو. أيوة. والجمله الفعليه في محل رفع خبر مقدم، وخلقا تمييز ملحوظ منصوب بالفتحه. يبقى دي كلمه خلقا دي الزياده عن الثلاث حالات اللي سبقوا. وانا الجمله الفعليه عندي مفروض فعل وفاعل. مجرد ما يجوا بشوف موقعهم الاعرابي لو هم في محل نعت او حال او في محل خبر. لكن التمييز ده مكملات بقى، فعادي ممكن اقوله بعد ما اقول الكلمه اللي على ابنائنا. يعني اول حاجه من مواقع الجمل دي، اول حاجه من موقع الجمل. تمام. بالظبط كده. وهيبقى الصدق مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر. وباكد لابنائنا حاجه، كلمه مخصوص بالمدح ليس موقع اعرابي. باكد لابنائنا دي، لان في طلبه بيكتبوا الصدق، اعرف كلمه الصدق، يقول لك مخصوص بالمدح وفرحان ومبسوط. لا، دي معناها او دي رتبتها في الجمله. انا ليه وضحت كده يا دكتور؟ عشان هو لما يطلب من ابنائنا يقول له هات اسلوب مدح من القطعه ويقول له بين اجزائه، هيعمل زي ما انا عامل كده. الاجزاء: فعل المدح نعمه، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نوع الفاعل ضمير. لو طلب نوع الفاعل ما طلبوش، خلاص المخصوص بالمدح هي الصدق. لكن السؤال ممكن يجي بصيغه اخرى. اتفضل. ممكن يقول له ايه؟ زي ما احنا هنشوف بقى التدريبات، بس نقول الاول الملاحظات، او الاول حضرتك حتى لخص لنا كده الاربع كويس. بالظبط. الاربع انواع عايز نلخصهم في ورقه، نلخصهم في ورقه. نقول لابنائنا، انا اقول لحضرتك اكتب يا استاذ احمد، هنلخص يا ابنائنا الكرام: فاعل، نعمه، وبئس. احنا قلنا النعمة وبئسة اربع انواع، او له اربع حالات او اربع انواع. واحد، المعرف بألف ولام. يعني فعل نعمة وبئسة بيكون ايه يا استاذ احمد؟ معرف بألف ولام. في ألف ولام زي ما قلنا نعمة الخلق الصدق. الثاني زي ما الاستاذ احمد كتب بالترتيب: ما او من الموصولتان، من للعاقل وما لغير العاقل. النوع الثالث هو زي ما برضو ما كتبنا بالترتيب:
ضمير مستتر أو مضاف الأول لاسم، مضاف لاسم معرفة، يعني اسم نكرة مضاف لاسم معرفة بيحدد أو بيعرفه. النوع الرابع وهو ما أو من الموصولتان، أو لا ده احنا قلنا إيه بقى؟ ضمير مستتر يميزه اسم منصوب بعده بنكرة. طيب يبقى أنا كده أحاول بس أقول حضرتك اللي حضرتك قلته، قلت لي أول نوع المعرف بإيه؟ المعرف بقال، زي قلنا مثلا نعمة، الخلق الوفاء، نعمة الخلق خلق الوفاء، أدي الفاعل هنا إيه؟ الخلق. هنحط خلاص بقية الأركان إحنا عارفينها، الثانية أنا كتبت المثال وما قلتش النوع. نعمة ما تقول هنا الفاعل مين؟ ما الموصولة، إنما هنا نقول ما ماشي ومن الإيه؟ الموصولتان. طيب مضاف لاسم معرف بقال هنجيب له مثال اللي هو مثلا زي ما نقول مثلا إيه؟ نعمة صفات ماشي المؤمنين المرأة أو المؤمنين مثلا الايه الأمانة، الأمانة بالظبط، يبقى هنا هيبقى صفات النكرة المضافة لاسم معرفة اللي هو المؤمنين. هنا بقى هقول بئس صفة وما حطيتش ته مربوطة، ما حطيتش تنوين ولا حاجة، مش خلاص بس هي معروفة بئس صفة الخيانة، فمعروفة ان انا عندي الفعل وعندي المخصوص وهنا النكرة ما فيش وراها مضاف اليه، يبقى في الحالة دي الفاعل هيبقى ضمير ايه؟ مستتر تقديره هنا بقى عشان ابنائنا، ضمير مستتر تقديره هي عشان ما احنا بنقول يفسره نكره تعرف تمييز، فهنا صفه دي ايه؟ مؤنث، يبقى تقديره انا حبيت اجيبها لابنائنا عشان يعرفوها. طيب انا هدي ملاحظات كده، الملاحظات سريعه قبل ما ناخد تدريبات يا دكتور. اتفضل. ماشي، اول ملحوظه ملاحظات هام، اتفضل، احنا قلناها بس هنذكر ابنائنا بيها تاني. كويس. فاعل حبه ولا حبه دائما زاه، خلاص دي فيها مشكله؟ لا دي خلاص، يبقى كده نص الدرس اتشرح. فاعل حبه او لا حبه زاه. مخصوص حبذا ولا حبذا يعرب دائما مبتدا ايه؟ مؤخر وجوبا، ولا يجوز ان يتقدم عليهما. ما هنضيف كلمه وجوبا، ما انا قلت بقى دائما مبتدا مؤخر، يبقى معناها ان عمره ما هيجي ايه؟ مقدم، ولا يجوز ان يتقدم عليهما. كويس. مخصوص نعمه او بئس يعرب مبتدا مؤخر، او دي الحاله دي لازم اقولها عشان موجوده في كتاب المدرسه، او خبر لمبتدا محذوف. يبقى يا اما مبتدا مؤخر او خبر لمبتدا محذوف، بس يمكن ابنائي ما بيتطرقولهاش، بس ممكن تجي له في اختيارات. طب في الحاله ديت بقى هيكون خبر ايه بقى؟ هيكون الخبر لمبتدا، هو هيبقى خبر، يعني هنفسرها. والمبتدا المقدر هنا هيكون ايه بقى؟ هيبقى المبتدا هو او هي على حسب المخصوص. لا ابنائنا سهله، مش بس هم يعني يركزوا في حكايه انه مبتدا مؤخر ويجوز ان يتقدم عليهما. طيب على نعمه او نجيب مثال معلش ونقدر الخبر هنا ونكتبه. طيب كمان وفي هذه الحاله الاولى خلص دي وبعدين اجيب، لا يعرب الا مبتدا، يعني الصدق نعم الخلق. انا هنا خلاص الصدق بقت ايه؟ مبتدا ومش هقول عليه مؤخر. خلاص. ونعمل ايه؟ الخلق جملة هنا هتبقى فعلية، جملة فعلية بتفصيلاتها الكتير. ماشي. جملة فعلية في محل رفع خبر. تمام. طيب. ده كده، لكن ما اقدرش اقول لي حالتين، هنا هيبقى لي حالة ايه؟ حالة واحدة. طب أيوة. نجيب المثال، لا نجيب مثال عشان اللي حضرتك ايه؟ عشان نوضح لابنائنا الملحظة التانية. يعني انا مثلا هقول انا ما بحبش اجيب الذم، يعني على اساس انا بحب الصفات الجميلة، فهقول نعمة مثلا ما تقول. كويس انك جبت الحاله دي. الامر بالايه؟ بالمعروف. بالمعروف مثلا يعني. ماشي. هنا انا جبت المثال ده، تعال نشوفه كده. فين المخصوص؟ انا بمدح ايه؟ نعمه ما تقول، ايه احسن حاجه انت تقولها؟ الامر بالمعروف. هاخد كلمه طبعا الايه؟ الامر، ما باخدش الجزء الثاني. طيب هنا ليها حالتين، يا اما اقول عليها مبتدا ايه؟ حالتين عربيتين. يا اما مبتدا مؤخر، يا اما ماشي؟ مبتدا مؤخر مرفوع، يا اما وفي الحاله دي هتبقى دي جمله ايه؟ هتبقى دي خبر ايه؟ مقدم. تمام. جملة فعلية خبر مقدم، يا إما أقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره. اقرأ بقى الجملة حضرتك كده على التقدير. هو أيوة. هيبقى نعمة ما تقول هو الأمر بالإيه؟ بالمعروف. بالظبط. وفي الحالة دي بقى هيكون إيه حضرتك؟ في الحالة دي هيبقى دوت خبر لمبتدأ، خلاص الجملة اللي قبلها جملة فعلية عادية. ما فيهاش أيوة. أصبحت إحنا في جملة فعلية، ما بقتش جملة إسمية. بالظبط. بقى عندي جملة فعلية وراها جملة إيه؟ إسمية، ما فيش ارتباط بين الإيه؟ الجملتين. طب في اي تعليقات او اي ملاحظات تانية؟ في ملحوظه اخيره بقى. اتفضل. ملحوظه اخيره، ايه الملحوظه؟ الملاحظات الاخيره. اتفضل. قد يحذف مخصوص نعمه او بئس، دي مهمه جدا اذا فهم من الكلام. اذا فهم من الكلام. قوله تعالى وبئس مثوى الظالمين. ايوه. قال ايه هو اللي بئس مثوى الظالمين؟ الظالمين دي على فكره مضاف اليها عشان ابنائي ما يفتكروش انها هي المخصوص، لان لا. المخصوص مرفوع. بئس مثوى الظالمين. مثوى يعني نفهم ابنائي، يعني مثوى. ومثوى اللي هي الايه؟ الفاعل. لا ده من حيث المعنى، معناها على المصير بتاعهم، مصيرهم يعني. او مكانهم. المخصوص هنا كلمه النار، بئس مثوى الظالمين النار. ودي طبعا من بلاغه واعجاز الايه؟ القرآن، اللي هو الايجاز. طب ليه حذفت؟ الايجاز بالايه؟ ليه ربنا حذفها؟ بالحذف. لا الايجاز بالحذف ليه؟ لا ما بتكلمش على كده، ليه حذفت؟ لانها معلومه من الكلام. ايه مثوى المتكبرين؟ ما هو ده ايجاز. بالظبط. ايجاز، والايجاز ده نوع من البلاغه.
نوع من البلاغة. طيب اللي هو التعبير عن الكلام الكثير، المعنى الكثير بالكلام القليل. إذا طلب جعل، دي الخلاصة بقى، إذا طلب جعل أي كلمة مخصوصا بالمدح أو الذم. أنت كده بتجاوب على الأسئلة اللي يعني جه قال لك امدح مثلا الوفاء، على طول حط إيه؟ حبذا، طالما ما ادلكش شروط، حط حبذا مثلا وقول له حبذا الإيه؟ الوفاء. الوفاء. طب قال ذم الخيانة، يبقى لا حبذا الإيه؟ الخيانة. الخيانة. أو بئست بئست صفة. وقال لك واضبطها. كلمة اضبطها يا جماعة يعني حط على، طب ما أنا ممكن أعربها لو عربت صح، لو أنا ما شكلتش، لأن هو بيقول اضبطها وبين السبب. يبقى في الحاله دي الاعراب اوقع، وان انا اقول مرفوع، ولو هو بالضم احط عليه ضم، وتعرب مبتدا مؤخر مرفوع. اما اذا تحدد في السؤال استعمال نعمه او بئسه، هو ممكن يقول نعمه او بئسه، وممكن يقول لك اجعله جائز التاخير. بالظبط، يبقى فرض عليك نعمه او نعمه او بئسه، فرض عليك. ما ينفعش يجي مباشره الوفاء، ما ينفعش اقول نعمه الوفاء، لا، لازم اقول نعمه واقوم جايب فاعل كده هنا واقوم حاطط الوفاء. لازم نبقى عارفين المعلومه دي. بالظبط. اقوم عامل كده شرط انا من نفسي وافكر بقى، نعمه ايه الوفاء؟ نعمه السلوك مثلا، الوفاء، او نعمه العمل زي ما قال الدكتور، قال ايه؟ الوفاء. بعد هذا الشرح الممتع نخرج الى فاصل قصير امام الطلاب، انتظرونا لنكمل الحلقه باذن الله. أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الإعدادية، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل معا موضوع المدح والذم. قبل الفاصل يا أستاذ أحمد أفضنا في الشرح وعرفنا أسلوب المدح وأركانه وأسلوب الذم وأركانه، وعرفنا حبة ولا حبة ونعمة وبئسة وكل الملاحظات اللي عليها. ما رأيك أن نطبق بتدريبات على ما قلناه لتثبت المعلومة في ذهن أبنائنا الطلاب؟ تمام، نطبق. طيب معنا قطعة، معايا أسئلة، يعني معنا أسئلة. نقرأ القطعة ونشوف، نعرض بس الأسئلة لأبنائنا. بين فاعل المدح أو الذم وعرب المخصوص فيما يلي. واضحة الأسئلة قدام أبنائنا كده، هي ما فيهاش أي حاجة، واضحة. طيب بنقول إيه بقى هنا؟ أول حاجة، أول مثال، نعم الصديق الناصح لي. نعم الصديق الناصح لي. إحنا عايزين نتخيل كل الأسئلة يا دكتور ونقولها بسرعة من غير ما نشرح، لأن إحنا شرحنا. إحنا شرحنا الأسلوب دوت مدح ولا ذم؟ ده أسلوب مدح. يبقى على طول جنبها مدح. تمام كده. طيب في الاسلوب دوت مدح، فين المخصوص هنا؟ هو عايز، معلش انا برضو اذكر، هو عايز الفاعل والمخصوص. طيب حلو قوي. نعمه احنا اتفقنا على طول الاسم اللي فيه الف ولام بعد نعمه او بئسه بيبقى هو الايه؟ يبقى الصديق فاعل نعمه. بس انا يمكن بحب احدد المخصوص الاول عشان هو اللي بيسهل لي مهمه الايه؟ الفاعل. بس عموما ده الايه؟ الفاعل. يبقى الفاعل الصديق. تمام. طيب والمخصوص مين؟ مين احسن صديق بالنسبه لي؟ الناصح، اللي هو الايه؟ الناصح لي. يبقى دوت هيبقى المخصوص، وطبعا هيعرب ايه؟ وأعربه. المفروض اعرابه بيبقى مبتدا مؤخر، خلاص دي ثابته. المخصوص مبتدا مؤخر مرفوع، الا بقى لو كان هو جه في الاول زي بعض الجمل. نخش على المثال التاني. طب اكد قبل، معلش عشان برضو المعلومه تبقى ثابته لابنانا، احنا قلنا مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، فين خبره؟ الخبر هنا اللي هو الجمله الفعليه بقى. كويس، خلاص، اللي هي المقدم يعني. تمام. المثال التاني برضو فيه ملحوظه كويسه، نعمت، انت كاتب التاء ليه يا استاذ احمد هنا؟ عشان خاطر هنا انا عندي يعني ممكن تاء التانيث تجيبها وممكن ما تجيبهاش. نعم كويس اهو، يجوز الاثنين لما تكون كويس. ايوه دي الملاحظه اللي كنت عايز اقولها. طب اتفضل يا صاحبي. يبقى هنا ايه المثال حضرتك اقراه؟ نعمت امراه المخلصه إيه؟ لبيتها. يبقى هنا المفروض لا، امراه ما فيش همزه عشان دي الف ايه هو اصلا. نعمت بالزبط. امراه المخلصه لايه؟ لبيتها. يبقى طبعا هنا المثال ده انا بمدح مين يا دكتور؟ المخلصه. يبقى المخلصه دي خلاص، ده المخصوص. بالظبط كده، ماشي. يبقى المخصوص هنا المخلصه، احط تحتيه خطين ويبقى الفاعل نحط له خط. طب هنا في قبليه كلمه نكره، الكلمه النكره دي تنفع الفاعل؟ هي الفاعل ما تنفعش، يعني نعم امراه المخلصه لبيتها. اذا ما تنفعش، يبقى الفاعل ضمير ايه؟ مستتر تقديره ايه؟ هي. يبقى هنا الفاعل، لو انا قلت نعم المراه المخلصه كانت المراه تبقى الفاعل. انا كنت حطاها المراه المخلصه. لا لكن هنا ايه، ما انا حسيت ان انت فاكر ان فيها خطا، ما لا املائي ولا حاجه. لا لا لا, 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 لا. هي امراه، ويبقى امراه دي هتتعرب ايه يا دكتور؟ بتعرب تمييز. ايوه، وهيبقى الفاعل هنا نطقها ايه بقى؟ طب ننطقها تبقى امراه. بس انا ما انطقهاش، هو في الامتحان مش هتجيله متنونه، هو هيجيله كده يعني في الامتحان، مش لازم يشكل له. احنا بنعلم ابنائنا القاعده والسلوك. تمام. يبقى نعمه، يبقى الفاعل هنا هيبقى ضمير ايه؟ مستتر تقديره، والمخصوص المخلصه هيبقى مبتدا ايه؟ مؤخر. قال تعالى ونعم اجر العاملين. ونعم اجر العاملين. المثال ده زي ايه؟ وبئس مثوى المتكبرين. نعم اجر العاملين، ايه احسن اجر للعاملين؟ طبعا هو الجنه. الجنه. يبقى المخصوص هنا محذوف، اللي هو كلمه الايه؟ الجنه، مفهوم من الكلام. للعلم بكويس. وهيبقى الفاعل هنا كلمه ايه؟ اجر، هنا هتبقى هي المضافه لما فيه ال. طيب
طب الواو اللي قدام نعمة دي بتأثر في حاجة؟ لا بتأثرش، عشان ده استئناف لكلام لسابق يعني. بالظبط كده. حبذا الصدق ولا حبذا الكذب، دي ما فيش اسهل منها. اه بالظبط الفاعل كده. هنا زي في الجملتين، اه والمخصوص هيبقى ايه؟ الصدق الصدق والايه؟ مبتدأ مؤخر والكذب. وجوبا، والخبر الجملة الفعلية قبلها. طيب احنا يبقى احنا نكتب لهم كده الفاعل ذي ذا، الحالتين الصدق، المخصوص، وهما بقى يختاروا في فوق الاولى الصدق وفي وفي الثانية الثانيه الايه؟ الكاذب. هيبقى الكذب. تمام. بئس من تصادق الخائن. طبعا الخائن. القاعده اللي انا قلتها رقم 2 في نعمه او بئس، ما او من الموصوله، هي دي الفاعل. كويس. وهيبقى مين اسوأ واحد تصاحبه؟ هو الخائن. الايه؟ الخائن. يبقى الخائن ده هيبقى الايه؟ المخصوص. وطبعا وجملة اعرابه تصادق. هيبقى مبتدا ايه؟ لا هو ما طلبش منه. بص يا دكتور، احنا عايزين الطالب يتعود في الاسئله يجاوب على قد السؤال. هو ما طلبش منه احنا الاعراب. بنشرح دلوقتي لابنائنا يا الاعراب زحمة. اه لا انا طيب. فاهم طبعا وشاكر لحضرتك احساسك بالطالب، بس انا ايه عايزه بقى خلاص يتعود ان هو يجاوب على السؤال. احنا خلاص شرحنا له كل حاجه، عايزين يجاوب هو على قد السؤال بالظبط. يبقى الفاعل هنا هيبقى من، وهتبقى اسم موصول، وهيبقى المخصوص الخائن، وده مبتدا مؤخر، ولو طبعا سال على خبر هيبقى زي حضرتك ما ايه ما قلت. طيب نشوف. طيب المثال التالي، بئس خلقا الأنانية. هنا بئس حلو المثال ده قوي. اه خلقا كويس. الأنانية. خلاص الفاعل ضمير ايه؟ مستتر مستتر. تقديره. يبقى الفاعل ضمير مستتر هيبقى تقديره هو، بالظبط كده. والأنانية هنا هتبقى هي الايه؟ تمييز. المخصوص اللي هو بيعرب ايه؟ مبتدأ، لكن خلقا زي حضرتك ما قلت تمييز تمييز. تمييز. كويس قوي. السابع ده، ابوك نعم من من تصاحب. تصاحب. هنا بقى المثال ده هضطر اسالك، اقول لك مين احسن واحد تصاحبه؟ ابوك. يبقى هنا المخصوص جه ايه؟ في مكانه الايه؟ الطبيعي اللي هو تمام. هيبقى ايه؟ اعرابه هيبقى ايه؟ هيبقى مبتدأ. تمام. يبقى ابوك هنا المخصوص. وهيعرب ايه يا دكتور؟ تمام. مبتدأ. مؤخر. وهيبقى من هنا هتبقى هي الفاعل، الفاعل. وهيبقى اسم كويس. موصول. طيب المثال الثاني سريعا عشان نقدر نخلص الموضوع اه الثاني. بئس ما تسعى اليه الشقاق، هيبقى اه الفاعل مين؟ الفاعل ما. ما. والمخصوص والشقاق هنا المخصوص. الايه؟ الشقاق. طيب تعالى لا حبذا، خلاص قلنا خلاص الفاعل ذا ذا والمخصوص والسرعة. السرعه. طب امال الطائشة دي بقى، دي حاجة جديدة عندنا. الطائشه نعت للسرعه. ما تأثرش. ما تأثرش. كويس. اه انا حددت لك نوع السرعه الوحشه اللي انا بكرهها طيب يعني. ما رأيك أن نكتفي بهذا، لأن الوقت خلاص على وشك، وننتقل إلى طريق النور. مفيش مشكلة، طيب. احنا كده كده التدريبات هيبقى عندنا أوقات أخرى في حلقات أخرى، لكن الدرس طبعا لازم ياخد حقه ولازم يتشرح. والتدريبات اللي باقية احنا قلناها من خلال الشرح. تمام. الموضوع الثاني يا أبنائنا الطلاب، طريق النور لمين يا أستاذ أحمد؟ للويس. أنا بتحدث عن شخصية اللي هي لويس إيه؟ برايل. برايل. لكن مش هو الكاتب بتاع الدرس لا يعني. لا لا، ده الموضوع عن مين؟ عن لويس برايل. ده واهب النور للمكفوفين، وهنعرف ليه سمي أو أطلق عليه هذا الاسم من خلال الأسئلة التي سنشرح من خلالها أو بها الموضوع. زي ما تعودنا أستاذ أحمد إن الموضوع بنتناوله في صورة سؤال وجواب. الأول، لويس برايل هل أصيب بالعمى حينما ولد، يعني ولد كفيف، لا أم حدث له حادث أصابه بهذا؟ لم يولد لويس برايل كفيفا، تمام. ولكنه أصيب في حادث عارض حدث له في عام 1812. كان عنده كم سنة تقريبا، أو في أي مرحلة مش سنية؟ مش عايز أتطرق. كان عنده أنه مرحلة سنية ماشي تقريبا؟ ماشي، أنا هضطر أتطرق، أنا ما كنتش عايز أقولها، بس هي لا. المعلومة موجودة في بالضبط. كتاب المدرسة إنه كان عنده 13 سنة. كويس. لكن وحدد قال سنة 1812، فهنا 912، فهنا في خطأ. الخطأ ايه؟ يا اما دي 1922 يا اما هو كان عنده 3 سنين، لان لويس برايل ولد عام 1800 ماشي. يعني الكلام ده كان 1812، هو اتولد 1809. 1800 وايه و9 و1812، يبقى عنده كام سنة؟ ثلاث ايه؟ انا ثلاث ارجح سنين. بالفعل ان هو في سن السادس. في سن الثالثه. انا لان ارجح 13 سنه صعب انه يقع وقعه زي دي وما يفاديش ايه؟ بالظبط. نفسه. آه. طيب يبقى هنا نقول ليه احنا عشان نخرج من في المأزق سن ده. الطفوله. عشان نخرج من المأزق ده نقول كان عام 1800 وايه؟ و12. وهو في سن الطفوله. كويس. طب الحادثه بقى اللي حصلت؟ هو صاحب اباه، يعني راح مع ابوه. راح مع ابيه، او ذهب مع ابيه اللي هو صانع السروج. سروج بيصنع اشياء بتتحط على الخيول عشان ايه؟ يركبوها. فطبعا ده مكان في آلات حاده، فاخذ يله بمثقابين. مثقابين يعني ادوات يخرم بها الجلد لكي يخيط الصانع يعني السروج. آلة حاده، آلة مدببه، آلة حديديه مدببه. زي الابره بالظبط، بس على اقوى شويه. هو ماسك المثقابين بيلهو بيهم، فزلت قدمه فوقع على الايه؟ على الارض، فاصاب المثقابان عينيه، فخاب النور منهما. بالضبط كده. طبعا اهل قريته
شعورهم ايه بعد اكيد الموقف طبعا الحادث ده شعروا الأليم؟ طبعا اكيد بالايه، بالحزن بالحزن لهذا الحادث الايه بالظبط الاليم. ليه بقى؟ لان برايل كان طفل محبوب. بالظبط كده هوت. انت حضرتك قلت كان طفل محبوب، ايه كمان من صفات برايل؟ يعني كان دول صفات خفيف الروح حاد الذكاء. حد الذكاء. يعني شاب، وبعدين خفيف الروح يعني شاب كده، او اقصد طفل صغير تشوفه يعني تشعر محبوب بالحب مقبول. والود. محبوب او مقبول من الجميع. طيب اذا بعد هذا الحادث المرير كيف تعلم القراءة والكتابة؟ تعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة التي كانت معروفة في هذا الوقت للمكفوفين، ولكن الحروف البارزة دي كانت ضخمة. عايزين طبعا السؤال اللي بعده بيقول صف الحروف البارزة القديمة. الحروف دي يعني زي بالظبط المكعبات دلوقتي تمام. اللي فيها بنعلم ابنائنا الصغار الكتابة بيها، يعني عشان يكتب كلمة جملة زي كده عايز مكان هو كبير قوي. هيعمل له مثلا حاجة بارزة، يعني مثلا القلم ده كده بارز ماشي، بس ممكن كان القلم ده كان يبقى واخد شكل حرف الايه الألف مثلا. الايه مثلا او الالف، فهو هيحط ايده كده عليه يقدر يعرف بالملمس اذا كان دوت حرف الالف ولا ايه ولا لا. بس طبعا ضخم الحروف كانت ضخمه. ليه بقى؟ بالظبط. ارتفاعها كان 3 بوصات وعرضها لا يقل عن بوصتين، فطبعا دي هتبقى حاجه صعبه. ليه؟ لانها مش هتشبع رغبه برايل في الكتابه. ايوه دي السؤال اللي بعد كده انت اجبته حضرتك، لما لم تشبع الحروف البارزه رغبه برايل في الكتابه لضخامه حجمها الذي لم تسعفه في الكتابه. خلينا متفقين يا دكتور ان الوقت ده كان وقت قرايه، ما كانش وقت تلفزيون ولا وقت نت ولا وقت الكلام ده، فبالتالي القراءه كانت حاجه مهمه. كل ما يكبر في السن كل ما احتياجاته للقراءه ايه تزيد. تزيد، فهنا قراءه او تاليف قصه قصيره هتحتاج يعني مئات المجلدات، لان انت ممكن تحط في الصفحه الواحده 2 3 من الحروف الايه بالظبط كده. البارزه ديت، فهيبقى صعب الكلام دوت. فلا ان الطريقه ديت بتعوق دون الانتفاع بيها. هو بيعرف يقرا دلوقتي بس ما يعرفش ايه يعني يقرا اللي هو ايه بالظبط. عايزه. فلازم طب طبعا الحاجه ام الحاجة الايه بالظبط كنت لسه هقولها، الحاجة أم الاختراع، فما الدافع أو كيف حل لويس برايل تلك المشكلة؟ جات له الفكره من فكره احد الضباط. أيوه الضباط عشان السريه في قراءه الرسائل، أيوه عشان الجنود لما يبعتوا رسائل تتقري في الظلام ومحدش يبقى شايفها ويبقى في سريه، عملوها عن طريق احداث نقط وثقوب في الورق، يعني هي كويس. حروف بارزه بس طبعا مش بالطريقه اللي هي اخترعها برايل بعد كده، بطريقه بحيث ان الجندي او العسكري او الضابط اللي يمد ايده على الحروف البارزه دي يقدر يعرف اذا كانت دي نقطه ولا حرف ولا شرطه، كويس. فيتمكن من قراءه الرساله في الظلام. هو خد الفكره ايوه وبدا برايل يطور ايه فيها. طب قعد كام سنه؟ ايوه كم سنه استغرقت او استغرق تنفيذ هذه الفكره؟ اخذ 5 سنوات يجرب وينجح ويفشل، طرة ينجح وطرة يفشل، ولكن في النهاية كللت نجح محاولاته بالإيه؟ بالنجاح. بالنجاح، واستطاع أن يتوصل إلى علامات للحروف الأبجدية والأرقام الحسابية والعلامات الموسيقية. يعني ما مش شاء عايز الله الكفيف كمان يقرأ ويقرأ بس، ده عايز يمارس حياته يعيش الطبيعية، حياته بشكل طبيعي. يعزف موسيقى ويقرأ النوتة النوتة الموسيقية. وتبقى إيه يعني عايز يبقى حياة طبيعية. يبقى كمان مش طبيعي، ده صاحب هوايات كمان طيب يخليه يقدر يعيش هواياته. إذن بعد أن وصل إلى هذا أنا أقدر أقول ابتكار، لمن أرسل هذا الابتكار ولماذا؟ كالعادة أرسلها إلى الأكاديمية في باريس. تجاهلتها، يعني مش حتى قالوا نعدل فيها، تجاهلوها. فهو لقى عنده وقت فاضي ماشي وعنده طريقة خدت منه 5 سنين، فقعد يعلمها لتلاميذه أيوة. في أوقات إيه فراغه. فرغ. خد بالك هو كفيف وخلاص، حط في اعتباره إن هو عايز يتعلم وعايز ينفع المكفوفين، فهيبقى ليه تلاميذ من المكفوفين، أكيد لأن بتجمعهم آفة واحدة وبتجمعهم معاها إيه معاناة واحدة. واحد تجمعهم ماشي. معاناة واحدة. طيب بعد هذه الأحداث يعني مصائب لا تأتي فرادى، مرضى لويس برايل، طبعا ايه سبب المرض ده بقى؟ من كثرة ما بذله من جهد، يعني بذل جهود كبيرة في خدمة الايه المكفوفين. وطبعا انت عارف المعاناة يا دكتور، المعاناة مع الجهات والبيروقراطية ان انت تبعت طريقة ويتجاهلوها، دي حاجة بتصيبك بالايه بالإحباط. فهنا مرضه ممكن يكون مش عضوي فقط، نفسي. ده ممكن يكون ايه نفسي يعني. طب وتزامن مع المرض، مش ده المرض فقط، ده شيء كمان، ايه اللي حصل مع المرض؟ كان في نفس الوقت ده كان في حفل كبير حضره علية القوم في باريس. وطبعا الحفل ده يعني علية القوم والناس الأغنياء دولت يحبوا يشوفوا الحاجات الغريبة، فهتيجي بنت كفيفة تعزف على الإيه؟ على البيانو. البيانو. قد يأخذ البعض أن ذلك سيكون تسلية ومدعاة ملهى للآخرين، ولكن كانت هذه الفتاة إعجاز بكل المقاييس. سبحان ليه؟ الله. استطاعت أن تعزف، وبعد أن أتمت عزفها ضجت القاعة بالتصفيق. بل تصابقوا إليها لإيه؟ عشان يعملوا إيه؟ يصفحوا الفتاة. وانظر بقى هنا للوفاء، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف البنت بقى قالت إيه؟ أيوه طب قالت لهم
هذه الفتاة إن تهنئتكم هذه لا يجب أن توجه إلى شخصي الضعيف، الله، ولكن توجه إلى من أفنى زهرة عمره وشبابه في سبيلنا نحن المكفوفين، اللي هو مين بقى؟ اللي هو برايل، ولذلك وبذل من جهده وروحه حتى خرق أو حتى علمنا كل شيء، ولهذا أطلق عليه واهب النور للمكفوفين. هيسيبوا هم الكلام ده كله طبيعي، يسيبوا البنت ويروحوا لمين؟ لبرايل، لويس برايل. تناقلت الصحف قصة لويس برايل، وطبعا لما تتناقل الصحف هيدرى بقى بيها العلماء والأكاديميات، فتسابق العلماء للإفادة من طريقته، وشوف بقى كرم ربنا سبحانه وتعالى. طب، تقرر تعميم طريقته على كل معاهد فرنسا، خلاص بقت هي الطريقة المعتمدة فين؟ في فرنسا، في تعليم القراءة والكتابة والموسيقى لفاقدي البصر او للمكفوفين. طب برايل عمل، عرف ازاي؟ هو الراجل قاعد في البيت، تلاميذه لما الخبر اتنشر في الصحف اسرعوا، هرعوا يعني، اسرعوا اليه يرجونها. هنا بقى طبعا في سؤال بيجي لابنائنا، يقول لهم ايه؟ متى اطمأن برايل؟ هو في اللحظه دي بقى اول ما عرف بكى، وقال الان اموت وانا مطمئن الى ان جهودي لن تموت معي. يا سبحان الله. طب ومتى مات إذن؟ توفي برايل عن عمر 43 43 سنه، مات وعنده 43، يعني مات برضه ايه شباب. صغير، بس في حاجه يا دكتور، 43 سنه، سميرة موسى 34 سنه، بس عملوا في السنين دي ما لم يفعله من عاشوا ومن عمروا مئات السنين، يعني تركوا ما لم يتركه عايز اقول ايه، فحول الناس الذين عاشوا سنوات ايه كثيره. ما في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. العمر لا يقاس بكم السنين، ولكن بما قدمت في هذا العمر ينفع البشرية. ما هو زي إذن أحمد شوقي ما قال، دقته قلب المرء طلق له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وإذا مات الإنسان، مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه علم ينتفع به. إحنا عمالين نذكر في برايل وسميرة موسى وما شوف ما يتم من إمتى. طب وكيف كرمته فرنسا في أقل من دقيقة؟ أقامت له تمثال بعينين تفيضان شفقة ورحمة في مدخل القرية التي ولد فيها واللي حصل فيها الحادثة، ووصف بواهب النور للمكفوفين. لماذا؟ لأنه فتح للمكفوف آفاق وجعله يقرأ ويكتب بسهولة، وكأنه يبصر يرى. لو معانا يعني 10 ثواني أقول حاجة للإيه، يعني عشان نصيحة، ازاي نعامل ذوي الاحتياجات الخاصة؟ تفضل. لازم نوفر لذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الصحية والاجتماعية، ونوفر لهم فرص العمل بما يتناسب مع يا دكتور مع قدراتهم، حتى نعمل على دمجهم في المجتمع ونعاملهم كالايه. وزارة التربية والتعليم قررت او طبقت قرار الدمج في المدارس، لم يعد صاحب العاهة معزولا، بل اصبح جزء من نسيج المجتمع. ومطلوب قوي نفسيا ان احنا نعاملهم كالاسوياء. وبالضبط احنا بنشكر لويس برايل، وبنشكر حضرتك يا استاذ احمد، وبنشكر كل ابنائنا الذين تابعونا، متمنين ان يكونوا قد افادوا أبنانا بالعلم تأخذ فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.